السلام عليكم. اليوم نكملوا مع سيكوريتي، وصلنا لشفر مودل جمال. شفر مودل جمال يعتبر الابسط من بين شفر كاع شفر مودل تاعنا. قبل ما نبداو، شفر مودل جمال يعتمد على البروبليم تاع الالغوريثم ديسكين. واش هو البروبليم تاع الالغوريثم ديسكين؟ هذاك هو كي نديرو مثلا حاجه اس حاجه، مثلا 80 اس 145، 97 اس 230، اوكي، عدد اس عدد كبير، ما نقدروش نحسبوها بالآلة الحاسبة تاعنا، خاطر الآلة الحاسبة تاعنا اللي نقدروا نستعملوها في الامتحانات ما عندهاش الموارد الكبيرة هذيك باش تحسب لك هذاك النوع، اوكي. واش هي لا سوليسيون؟ لا سوليسيون هي الالغوريثم ديكسبونونسياسيون رابيد. تلقاو الالغوريثم ديكسبونونسياسيون رابيد هذا الشرح تاعو اسفل في الوصف، اوكي. نبداو شوف الموديل الجامع. شوف الموديل الجامع تختار شفر اسيميتريك، ثم عندنا تروز ايطاب. اول ايطاب هي بريباراسيون ديكيلي. بريباراسيون ديك اللي واش كاين؟ كاين قال لك شوازير ان نومبر برومي، ان غران نومبر برومي بي، ان غران نومبر برومي بي، تسمى بي هذا لازم يكون برومي، او دو نومبر ا اي جي، حيث ا اي جي هذا لازم يكون ا اصغر من بي، اي جي اصغر من بي، ا اصغر من بي، اي جي اصغر من بي. ومن بعد كالكولي ا غران تا كي ايكال ا جي بيسونس ا مونت بي، كالكولي غران تا كي ايكال ا جي بيسونس ا مونت بي. Donc la clé publique c'est AGP et la clé périphérique c'est A. La clé publique c'est AGP, AGP, la clé périphérique c'est A. Ok. Donc, alors l'étape deuxième, on y a chiffrement. Chiffrement, avoir le message 1, avoir le message 1, le مقابل عدد تاعو, message 1, le مقابل عدد تاعو. Et la clé publique, bien sûr, la clé publique AGP. Choisir un nombre aléatoire B, حيث le B هذا لازم يكون BCD تاع B EP موان زا إيكالا أن، BCD تاع B EP موان زا إيكالا أن، أوكي. كالكول B كي إيكالا جي بيسونس B مود B، كالكول B كي إيكالا جي بيسونس B مود B، أوسي كالكول C كي إيكالا M فوا A بيسونس بوتي B مود B، أوكي. في الشيفر موديل جمال عندنا في الشيفر مو عندنا في الشيفر مو نتيجتين، أوكي. عندنا المسا الشيفر دونك سي بي إي سي. بي اي سي بي نحسبوه بالطريقة هذه و سي نحسبوه بالطريقة هذه، اوكي. نروح لدي شفر مود. شفر مود كاين عملية واحدة برك، وهي ام كي كالا سي هو بي بيسونس بي موانزا 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 مود بي، اوكي. على بها حسبنا في الشفر مود بي اي سي، حتى نستخدموه في دي شفر مود هكذا، اوكي. اوكي، هذه لا بارتي ثيوريك، نحتاجو وحده براتيك باش نشوفو بالعمليات كلش، اوكي. اوكي، نروحو ليكزارسيس تاعنا. ليكزارسيس 5 شوف الموديل جمع، قال لك هنا كالكولي اون بار دو كيلي بوغ بي كيكالا 97، جي كيكالا 13، ا كيكالا 45، اونسويت شيفري ان كيكالا 81، بوغ بي كيكالا 35، اونسويت ديشيفري لو ريزولتا، اوكي. اوكي، دونك اكسو 5 عندنا المعطيات تاعنا بي 97 جي 13 اي ا 45. اولا نشوفو الشروط تاعنا اذا محققة ولا لا، اوكي. 97 استمر مع برونية، نعم فيريفي. 45 اصغر من 97، اسكو ا اصغر من بي، نعم. اي جي اصغر من بي، نعم. 13 اصغر من 97، دونك سي فيريفي، نقدرو نكملو. حسبو الكرون تاعنا كي قال جي بيسونس بيتي تا مود بي، كيما 13 اس 97 مود 97، راح نجي 20. بيان سور هادي قلت لكم تحسبوها بالالغوريثم تاع الاكسبونونسيو رابيد، الالغوريثم تاع الاكسبونونسيو رابيد تلقاوه اسفل في الوصف. دونك لا كلي بريفي سي ا اي جي بي، الى كلي بريفي سي البيتي ا بيتي تا تاعنا مصاري، اوكي. اوكي، نروحو لشيفر مو. شيفر مو عندنا ام كي كاف 80 اي بي كي كاف 35. اولا نشوفو الشرط تاعنا اذا محقق بور بي ولا لا. 35 مع بي موان 97 ناقص 1 كي كاف 99 يساوي 1، بي جي سي دي تاعنا 35 ناقص 99 كي كاف 1، نعم. دونك اي فيريفي. نحسبو البي و سي تاعنا، تسمى بي كي كاف 13 اس 35 مو 97 راح نجي 71. نحسبو السي تاعنا بالقانون اللي شفنا هنا، اوكي. راح نشوفو القانون ام فوا A puissance petit p mod p، ok. Si vous faites manier le cache, vous allez faire mod 75. Donc, le message chiffré est 71, 71, 71, 40. Ok, déchiffrement, ok, je pense que c'est le déchiffrement.
Donc, c'est B fois C puissance P moins petit a moins 1, donc 40 fois 220 puissance le P 6 par 10, naps A 25, naps 1, moins 25, égale 8. هذا قلت لكم راح نعاود تحسبوه بالالغوريثم تاع اكسبونساسيون رابيدا دو تاع اكسبونساسيون رابيدا دونك فوالا جو بونس هذا هو اسهل شي فرمو درنا حتى دوكا في بيان شي فرمو اسيميتريك واش نقول لكم في النهايه سلام